مرحبا، اليوم بدنا نبدا بالموديل نمبر 5 واللي هو OSI موديل زائد الانكابسوليشن ستيبس. رح نبدا فعليا بالOSI موديل واللي هو النظام الطبقي اللي بيتكون من 7 طبقات. رح نحكي عن كل طبقه موجوده بهذا النظام كيف تشتغل. فعليا هذا النظام الطبقي بفيدنا وبيسهل علينا ندرس كيف الداتا بتنبعث على النتورك. وبعد ما نخلص هذا النظام الطبقي رح نشوف سيلان الداتا عبر النتورك وشو الخطوات اللي بتتم من وقت ما انت تكبس كبسه على الماوس لحد ما تنبعث للطرف الثاني بالعالم. وبالنهايه رح نعرف كيف الـ OSI موديل تشتغل بشكل مفصل باخذ اكزامبل عن ايميل كيف بينبعث عن طريق الانترنت. وخلونا نشوف هلا كيف الايميل بيسافر عن طريق الانترنت.